ضربتك طرب، ضربتك طرب لله. شف والله العظيم ان شاء الله ربي بيهدي كيلو بهب. لا لا اخص انسى انسى الماضي، هو بيفتح صفحه جديده. الحين هذا ولدي انا، وانا لعب وانا صغير، ابن ادم خطاء والله، يعني يقبل خطاه، لو تخطئ 400 مره الله يقبل، الله يغفر الواد الله يرحمه. عنده ولد للاسف دعا عليه وتوفى وندى، للاسف دعا عليه وتوفى وندى. هو ده الوقع عمر ولده يا شيخ. صلينا صلينا الله وصلنا. انت بالله ابنك الثاني والله انك زي ابني. انا اخوه عم بقول لك خلص كرمالي هالمره. يا خلص سبحانه وتعالى وليعفو وليصفو، ألا تحبون يغفر الله لكم؟ إلا والله ودنا، واليوم الجمعة بعد ودنا. بعدين هذا ولدك إذا تركته ويروح في النهاية وين بيروح يعني؟ الله أكيد بيرجع للسوء وبيجي لك مصيبة يمكن أعظم. إذا قلت الصيغة إذا تحسبت عليه ودعيت عليه، ناظر ادعي له بالهداية، قال اللهم اجعله بارا فيه ولدك. شوف دام ترجعني ولدك أنا ترى حسيت لأني عندك ويتام وعيالي الله يرحم. قلب الأم واضح جدا في مشاعرها وتصرفها. كل مرة يقول تبت أنت على أجل عظيم تتربي، أنت تربي ولد شو يسوي بعد؟ هذا الشكوى لله، شكوى لله. الحياة تغيرت ما هي مثل أول. يرضيك يرضيك. لا والله لا والله ما يعني أنا صرت إنك ما نقصت على نفسي. ضارب ضارب أمه بعد. يلا خذ وصل الله العفو. هي دي الصدمة والله. لو عندك ولد زي كذا تسامحه، بس يعني بكرهه، يعني لو عندي ولد زي كذا بكرهه. ورد بمنتهى القوة، أنا لي 10 سنين ما لي شايف لا أمي ولا أبوي، تمام؟ هلا أنا بحلم أشوفهم ثانية بس. الموقف كان صعب ومؤثر على الناس. خلاص دام ندم وهالجمعة الجامعة أدعي له بالصلاح. اسمع اسمع. إذا اللهم اجعل هبلنا من هذه الزواج ذرية قرة عين جنب القمم، اجعل هبلنا صالح بار. الله يرضى. خلاص تحب عليه. يا ابن حلال والله العظيم قسم بالله العظيم. كتير اتأثروا بوجع الأب، وكتير منهم حاول يساعد الابن لأنه تاب وعرف غلطه، ومفيش شك إنها تجربة إنسانية صعبة جدا، محتاجين كلنا نفكر فيها كتير.